بيحتفل كتير من أشخاص عشاق القهوة باليوم العالمي اللي بيصادف اليوم الأول من أكتوبر، وتم اختياره من قبل منظمة القهوة الدولية في مارتش 2014 على هامش معرض إكسبو 2015 في مدينة ميلانو الإيطالية. تم تخصيص يوم عالمي للقهوة للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن. ففي هذا اليوم بتقدم العديد من شركات القهوة أكواب مجانية ومخفضة من القهوة للجمهور. كل ثانية من الزمن لها أهمية قصوى في إسعاف المصابين، خاصة اللي بتعرضوا لحوادث في مناطق خطيرة ومرتفعة، وهذا الإشي أكيد بيصعب وصول المسعفين لإلهم حتى مع وجود طائرات الهليكوبتر. ولكن هاي المهمة مش صعبة على المسعف النفاث. في تجربة أجريت في الريف الإنجليزي، قدر المسعف النفاث الوصول لأعلى منطقة جبلية بزمن ما تجاوز 90 ثانية، بمسافة بالعادة بتحتاج تقريباً نصف ساعة للوصول. ورجل الإنقاذ كان لابس بدلة نفاثة تم تصميمها لهاي المهمة، بتضم محركين صغار على كل ذراع قادرين على تحريكها والتحكم فيها باليدين. ومدير العمليات في خدمات الإسعاف الجوي أندي موسن وصف التجربة بالمذهلة. ومنكمل مع حديقة للحياة البرية في أمريكا أجبرت على أنها تشيل 5 ببغاوات من العرض العام، وكانت الحديقة متبنيتهم جديد. وليش السبب أنه تخلوا عنهم؟ كان السبب أنه الببغاوات 5 تعلمت كلمات سيئة كانت عم بترددها. الحديقة أكدت أنها استقبلت سرب الطيور الجديد في 15 آب لينضم لمجموعة قديمة، تبين أنها علمتها هاي الكلمات في أثناء وجودها في غرفة واحدة مخصصة للحجر الصحي. وقال الرئيس التنفيذي للمتنزه ستيف نيكولز إنه التصرفات الغريبة المشاغبة خلت الموظفين يضحكوا، وهذا الإشي شجع الطيور على التمادي. أعلن المتحف البريطاني إنه ساعد الشرطة في التعرف على لوح سومري مسروق من العراق عمره 4000 عام، وأنه رح يسلم اللوح للحكومة العراقية. وأشار المتحف إلى أن اللوح عرض للبيع في مزاد علني عبر الإنترنت في مايو 2019 على أنه لوح أكادي من آسيا الوسطى، لكن عدم وضوح مصدره أثار شكوك الشرطة البريطانية اللي استعانت بخبرة المتحف اللندني لتحديد أصل القطعة. بالوقت اللي تسبب فيه وباء فيروس كورونا في خسائر كبيرة لمعظم قطاعات الأعمال في العالم، نجح رجل ياباني في المقابل في استغلال الأزمة بطريقة بسيطة قدر أنه يحقق من خلالها مئات الملايين من الدولارات. مع انتشار كورونا صار التوقيع الإلكتروني لأي عقود شائع في اليابان، وهي خدمة بيقدمها موقع بينجو فور. ساهمت الأزمة في ارتفاع أسهم هذا الموقع بنسبة 100% هذا العام. هذا الإشي خلى صاحب الموقع تايشيرو موتوي ملياردير بصافي ثروة بتزيد شوي عن المليار دولار.